السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير، أحوالكم إن شاء الله بخير. فاليوم إن شاء الله المنتخب المغربي غادي يلتقي مع منتخب غانا في دور المجموعات في افتتاح المجموعة التي تضم المغرب والغابون والرأس الأخضر. ما هي توقعاتكم في هذه المباراة؟ هل سوف يظفر المغرب على ويفوز المغرب على غانا؟ أتمنى أن يكون فوز في حليف المنتخب المغربي. شكرا على المشاهدة في فيديو جديد قادم إن شاء الله، في ملخص جديد قادم إن شاء الله. تحية للجميع ورعاكم الله وفقكم في الله، تحية جميع إن شاء الله.